أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى برنامج في زمن الحرب. ستسمعون الكثير من التفسيرات عن كيف يريد نتنياهو تغيير منطقتنا العربية. يعمل على تشكيل تحالف عسكري أو أمني مع دول عربية، يتباهى بقدرات علمية لعقد تحالفات اقتصادية. يقدم إسرائيل على أنها الوكيل الأمريكي بل والقوة الإقليمية القادرة على قيادة المنطقة. لكن عملية طوفان الأقصى أفسدت الصورة التي عمل نتنياهو على رسمها، وهي صورة القوة الإقليمية المؤهلة للزعامة. وبالتالي لكي ينفذ خططه عليه أولا أن يتقدم على الأرض بقواته في غزة وفي لبنان وربما على جبهات أخرى. عليه أولا أن يسترد الردع ويقتل روح المقاومة أو يحاول. من هنا نسأل، بعد عام من حربه على غزة وأسابيع من بدء هجومه البري على لبنان، ماذا حقق جيش الاحتلال الإسرائيلي؟ إسرائيل زجت بأحدث ما لديها من آلات الحرب والقتل. في السماء مقاتلات F-35 التي لا تكشفها الرادارات، رغم أن من يواجهون إسرائيل في غزة أو في لبنان لا يملكون أصلا هذه الرادارات. استخدم جيش الاحتلال أكثر من 14 نوعا من المسيرات، أبرزها هيرمز 900 التي يمكنها أن تقوم بالاستطلاع والرصد والمراقبة وحتى المشاركة في الحرب الإلكترونية لثلاثين ساعة متواصلة من الطيران. هذا القاتل الصغير الكوادكابتر أو الزنانة كما يسميها الغازيون، هذه المسيرة لا تفارقهم لا في الليل ولا في النهار، يذكرهم زنها المستمر بوجود المحتل، تتجسس عليهم، تطلق النار عليهم أو قنابل الغاز أو حتى القنابل الصغيرة. واحدة من أكثر الأسلحة فتكاً هي القنابل التي تزيل مربعات سكنية كاملة. من أبرز هذه القنابل MK-84 تزن نحو 900 كيلو جرام، تسمى المطرقة، وهي قادرة على اختراق 3 أمتار من الخرسانة المسلحة وإحداث حفرة بعمق 10 أمتار. على الأرض دفعت إسرائيل بالدبابات الميركافا بما تملكه من قوة نيران ودروع واقية ونظام تروفيا الذي يحميها من الصواريخ التي تستهدفها. وللإمعان في التدمير، أحضرت إسرائيل هذه الجرافة المحصنة D9 لتجريف مباني وطرقات غزة لمحو معالمها بهدف ترسيخ رسالة الردع أو ربما للتحضير لمشاريع مستقبلية. ماذا حققت إسرائيل بكل ذلك؟ كيف يبدو الواقع العسكري على الأرض في غزة أو في جنوب لبنان؟ والأهم، هل هناك ما يمكن أن يعيق خطط إسرائيل لهيمنتها، لفرض هيمنتها العسكرية؟ في حصيلة عام على طوفان الأقصى، عدوان ومقاومة وخرائط بخطوط عسكرية جديدة. وحدة التحقق من خلال المصادر المفتوحة في التلفزيون العربي رصدت التمركزات العسكرية للاحتلال في جبهة غزة وكشفت عن استراتيجية المقاومة بالرد عليها. في قطاع غزة بدت خطة الاحتلال واضحة من خلال النظر إلى تمركزاته على الأرض، إذ عمد إلى تقسيم القطاع ومنع حركة النازحين والسيطرة على المناطق الاستراتيجية لدعم استمرارية سيطرته العسكرية. من هنا جاءت أهمية محور نتسريم، حيث رصدنا عدة تمركزات أنشأها الاحتلال على مدار العام، أبرزها عند شارع الرشيد وطريق صلاح الدين، وذلك بهدف مراقبة حركة النازحين. أما آخر التمركزات هناك بحسب تحليلنا كانت بالقرب من الرصيف العائم الأمريكي الذي تم تحويله إلى نقطة عسكرية. على مدار 12 شهراً رمى الاحتلال ثقله أيضاً على محور صلاح الدين على الحدود بين مصر وقطاع غزة. التوسعات العسكرية على هذا المحور كانت بسيطرة الاحتلال على الجانب الفلسطيني من معبر رفح وتعبيد طرق جديدة لربط التمركزات فيه، والتي قمنا بدورنا بتحديد مواقعها. هذه الإحداثيات والمواقع تعود لأبرز التمركزات العسكرية التي أنشئت على طول محور صلاح الدين، ومن بينها مواقع ممهدة لتكون قواعد عسكرية دائمة.
لتنفيذ خطته قام الاحتلال بتدمير 914 مترا من المناطق المجاورة، حيث تم اقتطاع حوالي 25% من مساحة مدينة رفح لهذا الغرض. لمناطق شمال القطاع كبيت لاهيا وبيت حنون وجباليا الحصة الأكبر من العمليات العسكرية في العام الأول من العدوان، ما يترجم نية الاحتلال في بسط سيطرته على الشمال، حيث يتلقى هجمات مضادة من المقاومة خاصة حول محور نتساريم. وعلى الرغم من الاجتياح البري والضربات العسكرية، تواصل المقاومة شن ضربات مستخدمة في بعض الأحيان عبوات ناسفة صنعتها عبر إعادة تدوير المتفجرات الإسرائيلية غير المنفجرة. أما في الجبهة اللبنانية التي احتدمت منذ 8 أكتوبر، لم تسجل قوات الاحتلال تقدماً ملحوظاً، حيث لم تتجاوز عمليات التوغل في جنوب لبنان أكثر من 1.6 كيلومتر في جميع المحاور التي شملت بلدة عيترون ومارون الراس ويارون وفي بعض المناطق المحيطة بالحدود. في صورة مفصلة تظهر هذه الخريطة التي أعدها مركز دراسات الحرب طبيعة العمليات العسكرية في لبنان. هذه المناطق بالتحديد تم إعلانها كمناطق عسكرية مغلقة، إذ أنها تقابل بالضبط البلدات الحدودية اللبنانية حيث تدور عمليات الاشتباك مع حزب الله. كما قام الاحتلال بإرسال تحذيرات إخلاء لهذه المواقع المنتشرة جنوبي لبنان، والتي لحقتها النيران الإسرائيلية منذ بدء العملية البرية. في مقابل هذا المشهد يستمر حزب الله في شن ضربات على أهداف إسرائيلية، حيث زادت وتيرة صواريخه وعمقها في الشهرين الأخيرين. بحسب إحصاءات لروكيت ألبرت التي تستند إلى بيانات من جيش الاحتلال، شهد شهر سبتمبر وحده حوالي 2873 صاروخاً من لبنان، وذلك في أعقاب تفجير أجهزة البيجر. أما أهداف الحزب فقد استهلت باليوم التالي من طوفان الأقصى باستهداف مواقع إسرائيلية في مزارع شبع المحتلة، ثم تطورت لتصل إلى المستوطنات الإسرائيلية ككريات شمونة وبيت هلل اللتين تبعدان نحو 2 كيلومتر و4 كيلومتر من أقرب نقطة من الحدود اللبنانية. ومع تسارع مجريات الحرب عمق الحزب ضرباته في الشمال باستهداف جبل ميرون على بعد 7 كيلومترات وصفد على بعد 12.5 كيلومتر. لكن في 21 سبتمبر طالت صواريخ الحزب مدينة حيفا التي تبعد 35 كيلومترا عن الحدود، مستخدما عشرات الصواريخ من نوع فادي 1 وفادي 2 التي يصل مداها إلى 105 كيلومترات. وفي عملية نوعية يوم 13 أكتوبر أطلق حزب الله مسيرات انقضاضية على معسكر للواء جولاني في بنيامين جنوبي حيفا، أسفرت عن مقتل 4 جنود إسرائيليين وجرح العشرات. في المعطيات التي قدمناها حصاد للعام الأول على طوفان الأقصى، خريطة تمركزات وتطورات ميدانية قد تتغير في أي وقت في ظل الأحداث المتسارعة على الساحة العسكرية ومع دخول العدوان عامه الثاني. إذا مشاهدينا الكرام، سنحاول أن نعرف ما الذي حققته إسرائيل إن كان في غزة أو في لبنان. ينضم إلينا من لندن الدكتور عمر عاشور، رئيس وحدة الدراسات الاستراتيجية بالمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، وأستاذ الدراسات الأمنية والعسكرية في معهد الدوحة للدراسات العليا. مرحبا بك دكتور عمر. دكتور عمر، بكل الترسانة العسكرية الضخمة لجيش يعد من أقوى إن لم يكن أقوى جيش في المنطقة، وبعد عام من الحرب في غزة، ما الذي حققته إسرائيل بالضبط في قطاع غزة وفق تقديرك كرجل أمني؟ هي فشلت في تحقيق الأهداف الاستراتيجية حتى الآن. الأهداف الاستراتيجية هي أعلنتها، وهي تحطيم القوى العسكرية لحماس وتحرير الرهائن. الاثنان لم يتحققا بعد، ولكن حققت بعض النجاحات العملياتية لنقل. منها بالتأكيد حماس لديها خسائر، وهي ألحقت بعض الخسائر بقدراتها العسكرية، وأيضا نجحت في تقسيم قطاع غزة على غرار الضفة الغربية المحتلة، فقسمته من خلال اقتطاع أجزاء منه فيما يسمى المنطقة العازلة،
وهي 60,000 كيلومتر مربع من أصل 365,000 كيلومتر مربع هي مساحة القطاع، وهذه في الأغلب ستجعلها يعني منطقة عازلة عسكرية، بمعنى ملئها بالألغام وبالحواجز الأسمنتية وغيرها وبالخنادق كذلك. وأيضا قسمت القطاع لقسمين شمالي وجنوبي عبر محور نتساريم، والفكرة هنا هي عزل الوحدات التي تعمل في شمال القطاع عن الوحدات التي تعمل في جنوبه، وحدات القسام بالأساس ووحدات الفصائل العسكرية الفلسطينية الأخرى وحدات المقاومة. وأيضا عزلت القطاع عن سيناء بالسيطرة باحتلال وسيطرة على محور فيلادلفيا. فالآن نتكلم عن 14 كيلومتر طول هذا المحور، وبالتالي أي محاولة للدعم اللوجستي عبر سيناء سواء بالذخائر أو بالأسلحة أو بغيرها أو حتى بالوقود والطعام والمواد التي يحتاجها بناء قطاع غزة سيتم عبر محور مسيطر عليه من الإسرائيليين. فهنا بعض لنقل بعض تقليص القدرات، وهذه يعني لهم نجاحات على المستوى العملياتي ولكن ليس على المستوى الاستراتيجي. على المستوى الاستراتيجي يجب أن نقول أن الطرف الآخر دائما له صوت، والطرف الذي يعني أصغر أو أضعف إما أن يقبل الهزيمة وإما أن يرفضها، ولو رفضها لا يوجد انتصار استراتيجي للطرف الأقوى في هذه الحالة القوات الإسرائيلية. طيب، لكن في النهاية لا نستطيع أن ننكر فكرة أن إسرائيل ما تعمل عليه هي تحاول أن تكون هناك خطة الجنرالات في شمال قطاع غزة، هيمنة كاملة على منطقة كبيرة جدا من شمال قطاع غزة، منطقة عازلة في الشرق، أيضا إحكام السيطرة على محور صلاح الدين، وهي في نفس الوقت تسيطر على سماء وعلى بحر وعلى الحدود، كل الحدود الشرقية لقطاع غزة. هذا عمليا إعادة احتلال، هل يمكن عندها أن ننفي أن إسرائيل حققت إنجازات كبيرة تقترب حتى من ادعاء النصر؟ هي احتلال، يعني هو ليس يمكن أن نسميه احتلال، هو احتلال، ولكن هو احتلال لنقل بخطة عملياتية عبارة عن غارات وأماكن تمركز. فأماكن التمركز وهي أماكن عزل في نفس الوقت هي هذه المحاور، فيلادلفيا، نتساريم، بعض المناطق في الشمال، المنطقة العازلة، هذه مناطق التمركز. ثم تبدأ منها الغارات، على هذه غارات تقاد بالاستخبارات، يعني الاستخبارات تحدد منطقة معينة بها هدف، ثم تغير من هذه المناطق ومن هذه المحاور القوات الإسرائيلية على هذا الهدف بعد تحديده من قبل الاستخبارات. فتبدو لي هذه حتى الآن هذه الخطة العملياتية، وهي ستحتاج تواجد عسكري إسرائيلي في هذه المناطق، وستحتاج أيضا تواجد وليس فقط مجرد يعني حراسة، ستحتاج كذلك تواجد للمدرعات للمشاة الآلية. بالتأكيد كما ذكرت السيطرة الجوية، وهي إحدى نقاط ضعف المقاومة هي عدم وجود دفاعات جوية تستطيع التعامل مع الطائرات سواء التي تحلق على أقل من 20,000 قدم أو الأكثر من ذلك، وهنا هذه مشكلة حقيقية سواء في غزة وسنأتي على لبنان لاحقا. لكن فهذه السيطرة في مجالات البر وفي مجالات الجو والبحر، وبعض السيطرة على المجال البري، هنا تكمن بعض المشكلات التي ستواجه لإسرائيل المقاومة مستقبليا. نصرا عمليتيا وليس نصرا استراتيجيا. على المستوى الاستراتيجي ما زال هناك وقت طويل والكثير من الأهداف التي لم تتحقق بعد، وربما لأن هناك مقاومة ما زالت مستمرة. طيب، إن انتقلنا إلى لبنان، لأن إسرائيل ركزت الآن أجهود على لبنان، يبدو الأمر في لبنان مختلف عما حدث في غزة. عمليات اغتيال، قصف، عمليات اغتيال في الضاحية، قصف في الجنوب، عمليات برية من خلال القوات الخاصة وليس من خلال الدبابات والمدرعات كما فعلت في غزة. كيف تقرأ ذلك؟ هي أكثر حظرا في لبنان. في لبنان طريقة القتال اختلفت لأن البيئة اختلفت تماما. يعني محافظات أو النبطية والجنوب هم حوالي 2000 كيلومتر مربع، أي تقريبا 6 مرات حجم قطاع غزة،
بجغرافيا مختلفة، بتلال، بغابات صغيرة، بقرى، بمناطق مبنية. وحزب الله لديه قدرات عسكرية أكبر بكثير من قدرات الفصائل العسكرية الموجودة في غزة. فبالتالي هم كانوا أكثر حذرا، ولكن يبدو أنهم كانوا أكثر قدرة على الاختراق، أو أكثر اختراقا، أكثر حذرا من ناحية، ولكن أكثر اختراقا من ناحية أخرى. النظرة إلى قطاع غزة أن ما قبل 7 أكتوبر كانت أن الوضع الاقتصادي سيتحسن، وحكومة حماس هناك منشغلة بإدارة القطاع، وبالتالي لن تكون هناك مخاطر كبيرة منه. ثم تفاجأوا بال7 أكتوبر. في لبنان كان هناك الاستعداد، كان هناك تنامي واضح للقدرات العسكرية لحزب الله، ودروس كثيرة مستفادة من حرب 2006، وبالتالي كان هناك يبدو أن الاستعدادات استخباريا كانت تركز على جنوب على لبنان وعلى حزب الله، وكانت أفضل من حيث الاستعدادات لنقل. ثم الآن نحن في مرحلة الضربات الجوية من ناحية التي تقال بالاستخبارات، وعمليات الاستخبارية التي رأينا بعضها، منها التفخيخ عن بعد، الاختراقات ثم التفخيخ عن بعد، وهذه طريقة حرب داعشية، يعني التفخيخ عن بعد باستخدام مفخخات مصنوعة على مستوى صناعي، على نطاق صناعي industrial scale، لأنه تفخيخ 5000 بيجر وووكي توكي ليس بالعملية السهلة. ثم بعد ذلك اختراقها وتوصيلها إلى الوحدات المنطقة، هذه كلها عمليات نقل تفخيخ عن بعد، وضربات جراحية. الذي يجمع بين كل هذا هو القتال عن بعد، عدم الاحتكاك بالخصم. لماذا تتفادى؟ لكن ستأتي مرحلة، وهذا كله يعد في إطار الشيبينج. لماذا تتفادى عدم الاحتكاك عن قرب بالخصم لتقليل الخسائر؟ طيب كيف تقيم؟ سيبدأ الاحتكاك، هو بدأ الاحتكاك منذ. كيف نعم. تقيم أداء عناصر حزب الله، رجال المقاومة اللبنانية، بعد أن ضربت القيادات؟ كان يعتقد أن ستكون هناك هزة على مستوى من يقاتلون على الأرض، كيف تقيم أداءهم حتى الآن؟ لا، هو من يظن أنه يعني استهداف القيادة بهذه الطريقة، واستهداف بعض مخازن ومستودعات الذخيرة بهذه الطريقة، سينهي القوى البرية، يعني ربما لا أظن أن سيحتاج لمراجعة هذه الاستنتاجات. القوى البرية هي مصدر قوة حزب الله بالأساس، ونتكلم عن المشاة المنقولة والمشاة الخفيفة بالأساس، وربما القوات الخاصة كذلك. القوى الصاروخية هي بعد آخر، والمدفعية الصاروخية له هي بعد آخر. تمت خسارة بعض المستودعات، ولكن هذا لا يعني أن كل مستودعات الذخيرة ويعني تم تقليص القوى الصاروخية له بشكل كبير. لا نعرف هذا بعد، ولا يبدو لي أن هذا هو الحادث. على الأرض ما زال لديه جنود مدربين، ما زالت لديه وحدات خبيرة ومتمرسة بقتل المدرعات، بالقتال عن قرب، بالقتال في المناطق المبنية، بالمناورة في مناطق الجنوب بوحدات صغيرة، بالالتحامات والاشتباكات عن قرب. بكل هذا كله لم يتقلص. أخرجت مجموعة بسبب خسائر عملية البيجرز والووكي توكي، وقتلت بعض القيادات، لكن هذه عملية ليست لنقل نجاح عملياتي كذلك، ولكن لا يبدو لي أنه نجاح على المستوى الاستراتيجي، ويبدو أن العملية مستمرة. وما أريد أن أقوله أنه ما حدث قبل ذلك، هذا القتال عن بعد بالطائرات وبالمفخخات وبعمليات القوات الخاصة، هو مجرد تحضير للعملية الكبرى. يعني ستكون هناك وقت سنجد فيه بسبب هذا الحشد الكبير الذي تجاوز 4 فرق على الحدود اللبنانية، سيكون هناك وقت للدخول بالمدرعات والمشاة الآلية، وربما سنشهد شيء مشابه لما حدث في قطاع غزة. طيب، وطبعا لهذا حديث آخر، وأظن أن قوات حزب الله ستكون أيضا بدأت أن تستعد لهذا النوع من المواجهة، لأن ربما هي تعلم هي مسألة وقت فقط، ليست مسألة يعني when not if. طيب، نتنياهو يقول أنه يريد تغيير المنطقة، هذا هدف، طموح، رغبة، هذا يتوقف على ما يمكن أن يحققه على الأرض. عندما ترى أنه بعد كل الضربات التي تلقاها حزب الله، صواريخ حزب الله تصل إلى داخل إسرائيل، ولا تستطيع حتى القبة الحديدية أن تحمي إسرائيل كما كانت تدعي إسرائيل في السابق، هل تشعر كرجل عسكري أن روح المقاومة
لدى حزب الله انهارت مع الضربات التي يتلقاها إن كان في الجنوب أو استهداف قياداته في الضاحية وأماكن أخرى؟ لا، لا يبدو لي ذلك. يعني هو من ناحية الأجداد كانوا يقولون إن كان عدوك ذا بأس فالحرب سجال، فما زالت الحرب سجال الآن، وما زالت المعركة بعيدة عن أي حسم استراتيجي. فكرة تغيير المنطقة هذه بعيدة للغاية، يعني هو الانتصار في غزة ليس انتصارا استراتيجيا إلى الآن، والانتصار في لبنان ما زال بعيدا للغاية، والانتصار أحيانا يكون عملياتي. في 1982 تعلم القوات المقاومة الفلسطينية خرجت من لبنان ليظهر بعد ذلك حزب الله الذي كان أداؤه العسكري أخطر على إسرائيل في معارك عدة، وخصوصا في 2006 وما قبلها وما بعدها. فالأمر استراتيجيا لم يحسم بعد، المسألة مستمرة، يجب لكن يجب يعني التدقيق في قدرات القوات الإسرائيلية من ناحية وقدرات المقاومة من ناحية أخرى، لأن المورال أو القوة المعنوية هذه سواء عند المقاتلين أو عند الجمهور تتأثر حين تكون التوقعات عالية للغاية ويتم تضخيم في قدرات الذات مع تقليص والاستخفاف والاستهزاء بقدرات الخصم، وبالتالي تعلو التوقعات ثم النتيجة لا تكون بحجم التوقعات، وهنا يحدث الخلل في القوى المعنوية. ولذلك الدور الهام على المحللين العسكريين، محلل عسكري ليس محمد سعيد صحاف ولا هو محمد أحمد السعيد في الستينيات، يجب أن يكون محلل دقيق يصف ما يحدث على الأرض. سان تزو المفكر العسكري الصيني الشهير كان يقول إذا تعرف العدو وتعرف الذات لا تخشى من نتيجة 100 معركة، أما إذا كنت لا تعرف الذات ولا تعرف العدو فستهزم في كل معركة. طيب كيف يمكن أن نقول أن إسرائيل حققت نصر استراتيجي أو حزب الله حقق نصر استراتيجي على إسرائيل؟ ما هي النقطة التي يفعلها كل طرف نقول هنا تحقق النصر الاستراتيجي؟ النصر الاستراتيجي هو تدمير بالنسبة للإسرائيليين، النصر الاستراتيجي هو تدمير القدرات العسكرية لحزب الله وتحويله إلى ربما حزب سياسي مدني ليست له أي قدرات عسكرية، وربما لو أمكنهم هو يعني إنهاء علاقته مع نقل إيران ودول أخرى ربما تكون داعمة للمقاومة، وبالتالي ينتهي موضوع حزب الله كتهديد عسكري لإسرائيل ويعني جزء من محور المقاومة. هذا ببساطة الانتصار الاستراتيجي لهم، لا يبدو لي أن هذا حادث الآن. الانتصار الاستراتيجي لحزب الله هو واحد إخراج القوات الإسرائيلية من لبنان، واثنين وقف العدوان على غزة، وثلاثة الحفاظ على قدراته العسكرية شاملة المنظومة الصاروخية له، شاملة منظومة المسيرات. التركيز الإسرائيلي هو على 4 ركائز لقدرات حزب الله، ما أطلقت عليه قبل ذلك في ورقة سابقة ثورة الصواريخ له، التركيز على مدى الصواريخ المتوسط المدى والموجهات الصواريخ الدقيقة وحزم التوجيه لها والاتصالات ما بين المستويات العدة لحزب الله وبين المسيرات حزب الله من ناحية ومدفعيته الصاروخية من ناحية، لأنها توجه المسيرات ترى ثم توجه ترسل إحداثيات خلفها، وهذا يلزم الاتصالات. فهذا هو المستهدف فيما يخص الحزب. لو حافظ على هذا إسرائيل لم تنجح في تدمير هذه القدرات حتى الآن. طب اسمح لي أن أنتقل لنقطة أخرى هي ما يسمى بجبهات الإسناد. فمنذ اندلاع طوفان الأقصى استمرت جبهات الإسناد المختلفة بدعم المقاومة في غزة ولبنان في مواجهة العدوان الإسرائيلي، مكبدة دولة الاحتلال خسائر كبيرة ونفذت عددا هائلا من العمليات النووية استخدمت فيها الصواريخ الاستراتيجية والمسيرات العسكرية. We'll be right back.
هذا عن جبهات الإسناد، لكن هناك جبهة في غاية الأهمية بالنسبة لإسرائيل وهي إيران. إيران التي تعد إسرائيل الآن لكي ترد عليها. والسؤال الآن دكتور عمر، إن قررت إسرائيل توجيه ضربة للمنشآة النووية والنفطية، هل إيران قادرة على حماية منشآتها النووية والنفطية؟ على الورق نعم، هي لديها دفاعات جوية إلى حد ما جيدة، ليس لديها الـ S-400 ولكن لديها S-300، ولديها بعض التحديثات على هذه المنظومة التي تتعامل مع تهديدات جوية كثيرة وسريعة، لكن هذا على الورق، لكن هذا يعني لم يختبر بشكل لنقل كبير، فبالتالي تستطيع، لديها منظومة دفاع جوي جيدة على كل المستويات، يعني على المستوى العالي وعلى المستوى الطويل وعلى المستوى المتوسط وعلى المستوى القصير، والدولة كبيرة للغاية، فبالتالي أيضا يمكن تركيز هذه الدفاعات، يمكن الرصد بشكل أفضل، ويمكن توزيع هذه الدفاعات على المناطق ربما تكون مستهدفة من قبل القوات الإسرائيلية. فعلى الورق نعم، ولكن يوجد الكثير مما من النقاط السوداء او النقاط البلاك سبوتس الغير مرئيه. نعم. وهنا يمكن ان يحدث ما هو غير متوقع. فنعم، على الورق تستطيع ان تدافع نفسها عن التهديدات الجويه. نعم دكتور، ولكن هذا عمليا يحتاج الى ان نرى فعلا عمليا. اشكرك الدكتور عمر عاشور، رئيس وحده الدراسات الاستراتيجيه من المركز العربي للابحاث ودراسه السياسات، واستاذ الدراسات الامنيه والعسكريه في معهد الدوحه للدراسات العليا. شكرا لك. مشاهدينا، في حلقتي امس واليوم استمعنا الى تحليلات بشان واقعيه خطط نتنياهو في تغيير الشرق الاوسط سياسيا وعسكريا وحدود ذلك. غدا في حلقة جديدة ندخل في تفاصيل الخريطة وما يمكن أن تنتهي إليه الحرب، والبداية من لبنان وتحديدا أفاق تطبيق القرار 1701، وهل حقا يحمل الحل هناك؟ ابقوا معنا. التلفزيون العربي.